يعني انتوا جاهزين تنفذوا بكره؟ حصل ايه يا ريس؟ مستنيين اشاره بس منك وخلصانه. تمام، بكره تنفذ. تمام، تطلع على المكان اللي وضبته وتكلمني اول ما توصل عشان احصلكوا على هناك. حصل. بص يا هايدي، انا لا هضغط عليكي عشان اعرف مين الشخص ده، ولا شغله بالي هو يطلع مين اصلا. انا كل اللي شاغلني انتي. انا عارفه ان علاقتنا ما كانتش كويسه من الاول، بس والله انا حاسه بيكي يا هايدي. انتي مش قليله عشان تقبلي على نفسك حاجه زي كده. انتي بني ادمه لطيفه وشاطره في شغلك ودمك خفيف. مفيش اي حد في الدنيا يستاهل التضحيه دي، ولو اي حد يستاهلها فعلا فهي بنتك. بنتي؟ ما خلاص يا ريم، بنتي راحت. ما هو اليأس ده هو اللي خلاكي مستسلمة لواحد حيوان زي ده. بس صدقيني، ربنا كبير ما بيرضاش بالظلم. ربنا ما بيرضاش بالظلم للناس الكويسة، مش واحدة زيي. انت فاكرة ربنا قاسي زي البني آدمين؟ ربنا حنين، بيسامح وبيغفر. ويمكن اللي بيحصل ده فرصة عشان تفوقي وتوعدي ربنا انك هتبقي بني ادمه تانيه خالص، ملهاش اي علاقه بكل اللي حصل. ساعتها بس هتلاقيه واقف جنبك. جربي صدقيني، مش هتندمي. ايوه، مساء الخير يابا. ايه نور جه؟ ايه يا عم في ايه؟ بقول لك مساء الخير. خير يا استاذ بروسلي، في حاجه؟ انت وشك ماله؟ انت كنت بتنام؟ اه فعلا، انا استنى، كنت خلاص بقلع عشان انام. لا استنى بقى، اما احكي لك الحدوته. سليم باشا عاوز ننزل نبص على العربيه عشان لو في حاجه نكرك لها على الرايق، عشان احنا احتمال بكره بعد الشغل نروح باي. هننزل نشوف العربيه دلوقتي؟ يلا يابا. اتفضل اتفضل. يلا يابا بقى انجز يابا. حاضر يا عم، احنا رايحين نصلح الاتوبيس ولا نتخانق معايا؟ حاضر يابا، انا بتكلم من اجلك عشان تلحق ترجع تنام نينا. حاضر يلا. حاضر. ايوه، يعني حضرتك تفتكري الناس كانت بترد الردود دي ليه؟ يمكن عشان سليم كان واقف مثلا. هما يعرفوا سليم منين؟ ويعرفوا منين انه ظابط؟ بعدين يعني هو سليم الانصاري ده هولاكو مثلا، الناس هتخاف منه؟ امال حضرتك تفسري بايه الاجابات بتاعتهم دي؟ ده كلام غير اللي كنا متوقعينه خالص. واضح ان التقارير اللي بتجيلنا غلط، وكلام السوشيال ميديا اصلا فيه مبالغات كتير جدا. ايوه بس ده كلام عكس اللي حضرتك كنت بتقوليه تماما. انا مش جايه هنا عشان اثبت كلامي، انا جايه هنا عشان اعرف الحقيقه، ودينا عرفناها. مهمتنا بقى دلوقتي ان احنا نوصلها للناس زي ما هي. بعدين انا بفكر بكره الصبح نروح نعمل انترفيو مع افراد الكمين، او بالطريقه دي يعني نكون عملنا انترفيو مع اهالي العريش ومع الناس اللي بتحميهم، ونكون قدرنا نوصل للصوره كامله. بس تفتكري حضرتك سليم الانصاري هيوافق؟ أنا هحاول أتكلم معاه بكرة الصبح وأقنعه. Thank you.
يظهر يا اخوانا ان عمر كان عنده حق. انا في واحد النهارده في الشارع كان هيجري ورايا لما لقاني بسال السؤال بتاع علاقتهم بالجيش.